كابتن طارق، ابتدي بيك. موسم صعب بامانه، وسؤال بقى كده في الصمت، لما توليت المسؤوليه السنه اللي فاتت، سيبك بقى من السنه دي، حسيت ان انت ممكن تعمل انجاز زي ده؟ للامانه وغرزه. انا مثلا اديك مثال، فاينل دوري المرتبط، جيمي ما بتلعبش، المحترف محترف اصابه الموضوع نورمال خالص، ولا حتى بان علينا ان احنا في ازمه، ولا حتى مع اللعيبه، ولا قالوا الكلام ده حصل. وانا بغرز، انا عمري ما رحت جيم السنه دي بفضل الله، يعني مش هي ثقه اكتر منها بالولاد والثقه في شغلنا. عمري ما رحت جيم حتى واحنا عندنا اصابات، قلقان ان احنا يحصل دروب في الفرقه او لا قدر الله يحصل خساره خالص. بالعكس، انا كنت متفائل جدا ومتوقع ان شاء الله اللي حصل ده. طيب نتكلم عن دعم النادي، عشان الحته دي مهمه جدا يا كابتن طارق. مصر كلها، مصر كلها بدون يعني اقول بتحسبكم على دعم النادي والمسانده المعنويه قبل الماديه والتواجد، يعني دايما شايفين كابتن محمود الخطيب في التمرين، شايفين معالي الوزير العام فاروق النائب، كل اعضاء مجلس الاداره بالكامل، في دعم كبير ودعم ليك انت شخصيا وايمانا بقدراتك. اتكلم عن ده بقى يا كابتن. لا ده باينه، الناس كلها بتتكلم عليها، في كابتن خالد العوضي بدايه من تعيينه طبعا، متواجد في التعاقدات، متواجد بيفرق بيسعى دايما ان الحاجه تبقى بدري، يعني حتى في تعاقداتنا مع اللعيبه اللي احنا جبناها الكتالة او ميرال، احنا من الموسم بيخلص كان كابتن رؤوف موجود وجي مكانه كابتن خالد، والموسم بيخلص احنا بنجدد او بنجهز زي دلوقتي كده، بنشوف السنه الجديده فيها رغم ايه، رغم ان كان في تغيير ادارات نشاط الرياضي، بس الموضوع احنا كنا، انا دايما بعمل بلان من بدري قوي، بحاول اخلصه بدري عشان اقفل الملف بتاعه وانا خلاص الدنيا عندي سيفتي. طبعا مختلفه، في سرعه جدا في القرارات والاستجابه ما بين طبعا كابتن خالد او مجلس الاداره كان متعاون جدا، ان ممكن حاجات تبقى بالتليفونات، عايزين نتعاقد، عايزين نشتري، عايزين نعمل، الموضوع كان سريع جدا، ما كانش بياخد الوقت نستنى امتى اجتماع مجلس الاداره. كان الموضوع بيخلص طبعا، متواجدين في التمرين في كل الماتشات، في الماتشات الخارجيه والداخليه، مش العوضي بقى، ده كمان كابتن محمود بيجي على النهائيات، كابتن معالي الوزير العمري موجود في التمرين والماتشات الداخليه والخارجيه، وممكن يبقى في كلمتين حتى قبل حاجات مهمه. نعم. ففي لا في اختلاف كبير السنه دي طبعا. طيب خلينا اتكلم عن الصعوبات والمشاكل اللي قابلتك السنه دي، ويمكن من احد هذه الصعوبات، خلينا نتكلم عن بتوع باسكت، عندك 14 نجمه او 16 نجمه حتى الناشئات نجوم، وخلينا نتكلم بامانه وانت عارف وانا عارف، الفرقه اللي بيبقى فيها نجوم بيبقى مشاكلها كتير، انت فاهم وانا فاهم اللي انا بقوله. طبعا دي كانت حليت المعضله دي ازاي؟ ما انا نجمة طبعا طبعا لا انا مفيش كلام، بس انت تسيطر على النجوم دي ازاي بحب؟ ازاي؟ هي ميكس، هي طبيعة شخصية، طبيعة إدارة، ولا عزومات كتيرة يا كابتن؟ كانت كل يوم كل يوم عزومات؟ لا والله انا بطبعي بحب في المكان بما فيهم جهازي ان انا احب يبقى الموضوع قريبين منه كأسرة، قريبين منه اجتماعيا، قريب ممكن في تفاصيل مشاكل البنات او اي حد انا اتدخل، يعني حاجة كده، ده جزء خارجي بره الملعب، في تواصل ما بيني وما بينهم باستمرار، حتى لو انا حد جيت عليه شويه بيبقى فيه ندوب الموضوع ده يرجع تاني بسرعه النورمال، ما بسرعة بيطولش، ما تسيبش حاجه تطول. اللعيب هو اللي بيجبرك على الكلام ده. الجزء التاني موضوع النجوم الكتير، انا دايما في اجتماعات في فردي في بتاع، انا بطبعي ما بحبش فرقه النجم الواحد. انت نجم هدي لك حقك كنجم، انما فرقه النجم الواحد انا ما بحبهاش. عندي تقالات في الفرقه كسكور، عندهم مشاكل في حاجات معينه انا بعالجها، ودايما في محاضراتنا هات وخد وشد وجذب، الدنيا ما تبقاش بيس على طول، بالعكس احنا قافلين عليها كلنا حتى بجهازنا بما فيهم مي طبعا، لانها دور كبير في القصه دي. انما حته النجم دي انا بحاول ادوبها ان انتوا نجم جوه تيم، انا دايما بحب دي. والحمد لله ناس كتير بتقول لك، يعني نادرا او بيحصل اوقات ان واحد شايف نفسه زياده، الباصه هنا مش في ميعادها، فانا بنحسها فتلاقينا بنتكلم فيها. فمجمل موجوده، الجزء مش عايز اقول نفسي، انما بنرجعه انه يبقى جوه تيم، بن على قد ما نقدر يعني. برافو كابتن، دي مهمه. برافو اكيد.